السلام عليكم. كنتقلو قناة شوف تي في على هاد المجهود اللي كدير خويا. راه داو ليا السيارة ديالي الصباح من قدام باب الدار، دا ديباناج، مشيت خلصت بروسي ب 150 درهم، خلصت الفوريان 20 درهم، ديباناج خلصتو 220 درهم، ولقيت الطوموبيله ديالي محيدين ليا الكارطيره من الجن، محيدين ليا الكارطيره من الجن. ملي دويت مع السيد اللي كيتخلص قلت ليه كلم ليا شي مسؤول ولا شي حاجه، قال لك حنا ما كنعطيو لا فاكتورات ما كنعطيو والو، كنعطيو غير لي بون البونات اللي كيعطيو. بغينا هاد الشيء هذا، شكون اللي مقابلو هاد لافيرا ديال حي الحسن الفوريان ديال حي الحسني؟ شكون اللي مقابلو؟ شكون هو المسؤول اللي مقابلو؟ بون بالجريال باش كيتقام عليهم، الجريال كيتقام بهاد البون هذا. فاكتوره قال لك ما كايناش، فاكتوره ما كايناش، ما عطاونا لا فاكتوره ديال البروسي، ما عطاونا والو. مخالفه ارخص من البروسي من 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 الديباناج، مخالفه ب 150 درهم، الديباناج ب 240 درهم. وتزيدون الطوموبيل كتضرب لك، داو لك بياسه من الطوموبيل، ولا كيخلصها الفوريان ولا كيخلصها الديباناج. ما عرفناش حنا هاد الناس هادو اش كيديروا، واش ما زليش المدينه ولا المقاطعه، ولا ما عرفناش انه هو هادشي هذا.